حكم استخدام تأشيرة مخصصة لحضور حفلة ودفعت فيها أموال لعمل آخر صالح. تلك مسألة شائكة يا شيخ محمود، والتورع عن الدخول فيها أفضل، لأنه بلغني أن الشخص يكتب عن نفسه غير مسلم وغير مصري، ففيها تزوير أيضا، فالبعد عنها أولى، لأن الأموال ممكن أن تخصص في دعم الباطل، والله سبحانه وتعالى طيب يحب الطيبين ولا يقبل إلا طيباً.